وجهاء قبليون يواجهون صعوبات في إنفاذ هدنة إنسانية في الحرب الدائرة بمحافظة أبين. الوساطة التي تبذلها كالعادة وجهات من قبيلة المراقشة في المحافظة تهدف إلى انتشال عشرات الجثث التي سقطت الخميس بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات. مواجهات الخميس كانت هي الأعنف منذ شهر تقريبا على اندلاع الحرب في محافظة أبين، بحصيلة كبيرة من القتلى والجرحى الذين لا تزال جثثهم ملقية في أرض المعركة دون أن يتمكن الجانبان من انتشالها، ما دفع الوجاهات القبلية المرقشية إلى السعي نحو تطبيق هدنة إنسانية مؤقتة تسمح بانتشال هذه الجثث. على مدى اليومين الماضيين تواصلت معارك الكر والفر وسط محاولات مستميتة من جانب قوات الانتقال لشن هجمات بكل ما لديها من أسلحة بهدف تحقيق مكاسب عسكرية على حساب الجيش الوطني، بما في ذلك استعادة مناطق فقدتها شمال الزنجبار ومدينة شقر الساحلية من سيطرة الجيش. لكن قوات الانتقال تواجه صعوبات في بلوغ هذا الهدف بعد تقدم طفيف كانت قد أحرزته عند الطريق الأسفلتي في منطقة الشيخ سالم عبر سيطرتها النارية على وادي سلا الذي يقع في منطقة متقدمة باتجاه الطريق المؤدي إلى شقرة، لكنها تراجعت بعد هجوم مضاد للقوات الحكومية غنمت خلاله العديد من الآلية العسكرية التابعة للانتقال. وفي الساعة الأخيرة أفادت أنباء عن وصول مدرعات إماراتية جديدة من معسكر في جبل حديد في إشارة إلى أن المعركة قد تطول قبل أن تتمكن القوات الحكومية من بلوغ أهدافها العسكرية، فيما لم يتضح بعد الموقف النهائي للحكومة السعودية التي يبدو أن الإعلام الإماراتي يقصيها من المشهد بادعاءات مفادها أن الجيش الوطني المحسوب أصلاً على الرياض يتلقى دعماً قطرياً وتركياً. وباستمرار المعارك شرق مدينة زنجبار تتفاقم معاناة الآلاف من المسافرين عبر الطريق الرئيس الواصل بين عدن ومحافظة حضرموت، والذي تدور المعارك في منطقة يمر فيها هذا الطريق، حيث تضطر المئات من المركبات والشاحنات إلى التوقف في وادي حسان وضواحي زنجبار، فيما تتوقف المئات من السيارات الأخرى والشاحنات في الجهة الأخرى من الطريق الدولي بالقرب من مثلث مدينة شقرة عند مفترق الطريقين الجبلي والساحلي.